الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، من يعطى لعلة فيعطى بقدرها، من يعطى لعلة فيعطى بقدرها. فالفقراء يعطون لفقرهم فيعطون بمقدار ما يرفع فقرهم، والمساكين يعطون لمسكنتهم فيعطون بمقدار ما يرفع مسكنتهم، والعاملون عليها يعطون لعمالتهم فيعطون بمقدار أجرة عملهم، والمؤلفة قلوبهم يعطون لتأليف قلوبهم فيعطون بالمقدار الذي تتحقق به مصلحة التأليف بلا زيادة. فمن يعطى لعلة وصفة فيعطى بمقدارها بلا زيادة.